في المثال اللي قدام حضراتنا دلوقتي، انا عندي هنا مثلا كلاس الامبلوي. الامبلوي ده كلاس جواه ايه؟ لو جيت تبص معايا كده، انا عندي هنا السترنج الاي دي والنيم بتاع الموظف والبيزك سالري، تمام؟ طيب وعندي فانكشن، الفانكشن دي بتكالكوليت او بتحسب البونص او الاضافي بعدد الساعات، يعني بتشوف الساعه بتاعت الراجل ده بكام، وبعدين بتشوف هو اشتغل كام ساعه اضافي، وترجع لي اجمالي الوقت الاضافي اللي هو اشتغله. وعندي الفانكشن اللي اسمها تو سترينج، اعمل لها اوفررايد عشان اعدل البيهيفير بتاعها، بدل ما هي بترجع حاجه معينه انا هخليها ترجع اللي انا عايزه، عشان كده عملت لها اوفررايد. فانا قلت له هنا والله لما انده على كلمه تو سترينج خلاص رجع لي الامبلوي اي دي ورجع لي النيم بتاع الموظف ده. طيب تعال نشوف انا بستخدم الكلاس ده ازاي. هنا في الكلاينت، وكلمه كلاينت هنا مقصود بيها الجزء من الكود اللي بيستخدم الكلاس. يعني انا لما اقول دلوقتي ان الفانكشن دي او الكلاس ده اللي اسمه بروجرام ده الكلاينت بتاع الكلاس امبلوي، يبقى هنا معناها ان الكلاس ده بيستخدم الكلاس الامبلوي. ده المقصود هنا بكلمه كلاينت، مش الكلاينت اللي هو العميل اللي انت بتبيع له البرنامج، لا. المقصود هنا واحنا بنتكلم عن ديزاين باتر، لما تسمع مصطلح كلاينت، دي معناها مين اللي بيستخدم الكود، الجزء اللي بيستخدم الكلاس بتاعك هو ده الكلاينت بتاع الكلاس، تمام؟ طيب بص هنا كده انا عملت ايه. قلت له والله دي نسخه من الامبلوي اسميها امب 1، الاسم بتاعه محمد رضا مثلا، الاي دي بتاعه 123، البيزك سالري وليكن 900. لو انا جيت نفذت الكود ده ايه اللي هيحصل؟ بص معايا، انا بقول له اكتب لي في شاشه الكونسول الامبلوي دوت تو سترينج. طبعا تو سترينج خلاص عرفنا هو لما هينادي عليها هيرجع لي الاي دي والنيم، تمام؟ وبعد كده بقول له رجع لي البونص، اكتب لي معاها البونص عن طريق الفانكشن دي لو هو هياخد بونص 5 ساعات. تعالى كده نشغل ونشوف. انا هشغل دلوقتي الابلكيشن، هنشوف شاشه الكونسول هيتكتب فيها ايه، وبعد كده هنشوف هل الكلاس بتاعنا بالطريقه دي فعلا اوبن فور اكستنشن ولا لا، هل اقدر اطور فيه ولا مش هقدر. زي ما احنا شايفين مع بعض، هو قال لي اهو الامبلوي اي دي بتاعي كذا، تمام، والنيم، وقال لي البونص هيبقى هياخد مثلا في ال5 ساعات اللي اشتغلهم هياخد 18.75. طيب خلي بالك معايا، الطريقه دي كده بتحسب السالري او بتحسب البونص بتاعي لكل الموظفين بنفس الطريقه، تمام؟ طيب لو انا حابب اخليه يحسب لكل درجه وظيفيه بشكل مختلف، يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عايز اقول له والله الموظف ده لو مدير احسب له الساعه مثلا بساعتين، لو موظف عادي خلي الساعه بساعه زي ما هي، تمام؟ في الوضع الحالي اللي احنا عاملينه ده هنعمل ايه؟ طبيعي جدا والمنطقي ان انت هتيجي هنا كده هتقول له والله هزود عندي كمان، خلي بالك انا بعدل دلوقتي في الكلاس، تمام؟ فهاجي اقول له هنا كمان هزود الامبلوي تايب وليكن سترينج، اوكي. وبعد كده انا هتحكم في التايب ده وبناء عليه هقدر ان انا احسب الساعات بتاعته. هاجي اقول له هنا كده مثلا اف لو التايب لو كان بيساوي وليكن كلمة مانجر، خلاص هات ريتيرن بالشكل ده، هاخد كل الكلام ده كده واضربه في 2، تمام؟ يعني ضعف الرقم اللي هياخده الموظف العادي، اوكي. اهو كل الكلام ده كده في 2، اوكي. طيب إلس لو كان حاجة تانية او موظف عادي، يعني مش موظف مدير، اهو خلاص هيرجع زي ما هو، هيريتيرن بعدد الساعة الطبيعي بتاعه، تمام؟ كده ايه اللي حصل؟ خلي بالك معايا، اول حاجة حصلت هتلاقيها ان كلاس البروجرام بتاعي ضرب. ليه؟ لان انا هنا لما اجي انادي خلاص المفروض ابعت له الطيب، صح كده؟ انا لو ما بعتش نوع الموظف من هنا، يعني انا هاجي هنا كده هقول له ايه والله الام بواحد ده دوت الطيب بتاعه بيساوي مانجر، ده مدير، اوكي؟ فلازم دلوقتي الفانكشن اللي بتحسب عدد الساعات لازم تعرف نوع الموظف ده عشان تقدر بناء عليه تطبق الشرط. فهاجي اعدل هنا تاني واقول له هنا كده الامبلوي تايب امب 1 دوت الامبلوي تايب، ولازم الفانكشن دي تستقبله مني، فاروح على الكلاس واقوم جاي معدل هنا كده واخليها تستقبل مني سترينج الامبلوي تايب، تمام؟ طيب تعالى كده نشغل بالشكل ده
وهنشوفه هيحسبها ازاي. انا هعمل نسخة كمان بس للموظف العادي عشان نشوف الفرق بين الحساب للموظف المدير والحساب للموظف العادي، نشوف الفرق هيجي ازاي. خلي بالك معايا انا كل ده التعديلات عملتها ازاي. هاجي هنا كده، ده الموظف رقم 2 اهو 1 2 3 مثلا 4، وهاجي هنا مش هخليه مانجر، اخليه ريجولر عادي. اوكي، ونفس الكلام هعمل كونسول رايت، ولكن المره دي لمين؟ برقم 2. تمام، والاثنين هياخدوا 5 ساعات زي بعض. تعالى كده بقى ان احنا نحسبهم من جديد ونشوف هيتكتب ايه عندنا في شاشه الكونسول. هو دلوقتي بيرن. طيب كتب لي هنا، بص معايا كده، المفروض ان هو طبع الاثنين اهو. اول واحد النيم بتاعه محمد رضا، خلاص بسعر الساعه الطبيعي زي ما هو كان عامل. خلي بالك بسعر الساعه الطبيعي، هو كده المفروض الفانكشن دي، عفوا ده الجديد اهو. الموظف الثاني محمد رضا في الرن الثانيه، في الرن الجديده رجع بال 37.5. اوكي، ده كده من الكود القديم. خلاص هنا دلوقتي رجع بال 37.5، ليه؟ لان هو كده اعتبر ان محمد ده خلاص مانجر، فالفانكشن خلاص اتعملت على اساس ان هو مانجر، وطالما هو مانجر فضربت سعر الساعة في 2. طيب تعال نشوف، نعمل هنا كنترول اس كده نسيف عشان يحس بالتعديلات الباقية ونشغله مرة تانية. المفروض ان هو كده هيجيب لي كمان الموظف التاني. تمام، ادي محمد 2 اه. خلي بالك تعالى، احنا هنا نسينا نكتب ان ده يكون الموظف رقم 2 عشان كده مش جايب له حاجة اهو. بالشكل ده، وهنجرب نشغل مرة تانية. انا بس عايز اوريك الفرق اللي هيطلع في الاتنين عشان نتأكد ان الكود بتاعنا شغال. طيب طبعا هنا لازم ياخد برضو الامبلوي رقم 2 وهنا الامبلوي رقم 2. خدت بالك انا كل ده يعني كل دي التشينجز او كل الحاجات اللي بتحصل دي بسبب ان انا بعدل. تمام، انا ماشي معاك خطوه بخطوه دلوقتي وبعدل كل حاجه كاني في سيناريو طبيعي وكل حاجه. تمام، طيب تعال نبص مع بعض هلاقي هنا ما جابليش برضو الموظف رقم 2. خلينا نعمل سيف، انا ما سيفناش، ونبدا نجرب مره تانية. طيب هنا اهو جاب لي الموظف الاولاني محمد رضا، تمام، وضرب سعر الساعة في 2، الموظف الثاني محمد رضا 2 وسعر الساعة في 1 زي ما هو. حلو جدا، يبقى انا كده عشان اعدل واعمل اللي انا عملته ده، ايه اللي حصل؟ خلي بالك معايا، انا رحت عدلت فين؟ رحت عدلت في الكلاس، صح كده؟ حطيت الشروط بتاعتي وعدلت الميثود، خليتها تستقبل بارامتر جديد رغم ان هي كانت شغاله الاول من غيره. بعد ما عدلت هنا رحت على الكلاينت بتاعي اللي بيستخدم الكلاس، لقيته ضرب ما بيشتغلش، محتاج يتعدل. طب عشان اعدله رحت معدل الفانكشن وخليتها تستقبل البارامتر الجديد، ورحت ضايف معايا البروبيرتي الجديده او الفيلد الجديد للكلاس بتاع الامبلوي، صح كده؟ اذا انا عملت تعديلات في الكلاينت وفي الكلاس نفسه. تمام، يبقى انا كده الكلاس بتاعي ليس كلوزد فور تشينج، مش مقفول على التغييرات. يعني ايه؟ يعني الكلاس انا فتحته وعدلت فيه، بالتالي التعديلات دي سمعت او اثرت على الكلاينت اللي بيستخدم الكلاس ده، فلازم اروح اعدل فيه هو كمان. تمام، طبعا طالما انا عدلت وعملت تشينجز بالشكل ده كده لازم اعيد عمليه التست من جديد. خلي بالك احنا حصل معانا كذا خطا واحنا شغالين، ده بسبب ان احنا بنعدل، صح كده؟ ودي مواقف حقيقيه هتمر بيها وانت شغال وانت بتعدل. تمام، طيب تخيل الاخطاء اللي حصلت معانا واحنا شغالين دلوقتي دي، وانا شغال على شاشه واحده بس، او ان انا شغال جوه فانكشن واحده بس، ما بالك بقى لو السيستم اكبر من كده؟ فهتلاقي عمليه التعديل دي عمليه صعبه جدا، وممكن تنسى تعدل حاجه، تيجي تشغل السيستم تلاقي جزء شغال كويس وجزء تاني بيضرب منك. تمام، يجي بتاع الكواليتي لازم يعرف كل، او بتاع التيست يعني لازم يعرف كل التشنجز اللي انت عملتها عشان يعمل تيست من جديد. تمام، طيب كل الكلام ده بقى ضد مبدا الاوبن كلوزد او ضد مبدا الاو سي بي. تمام، طب الصح ايه؟ ان انا اعمل ايه؟ ازاي اتفادى الكلام ده واطبق مبدا الاو سي بي؟ احنا شفنا كده ازاي المشكله ظهرت، ان انا رحت عدلت في الكلاس، بعد كده الكلاس بتاع التعديلات اللي انا عملتها دي اجبرتني ان انا اروح اعدل في الكلاينت، واتفقنا ان الكلاينت ده المقصود بيه الحاجه اللي بتستخدم الكلاس بتاعي.
اوكي، يبقى انا كده بفايوليت او انا كده ضد او انا كده ما طبقتش مبدا الاو سي بي. طب ازاي اطبق بقى مبدا الاو سي بي؟ خلاص احنا اتفقنا ان في طريقتين ان انا اطبق بيهم الاو سي بي. اول طريقه ان انا اعمل ابستراكت كلاس. طيب تعال نعدل ونشوف ازاي هنعمل ابستراكت كلاس وازاي ان احنا هنضيف له او ازاي ان انا اخلي الكلاس بتاعي اوبن فور اكستنشن وما غيرش في الكلاس الاساسي نفسه. اوكي.